بالتقرير لزميلة هاجر زليلف، أين تعد التحضير لشهادة التعليم المتوسط مهمة خاصة للتلاميذ والذين يتخوفون من هذه الامتحانات الرسمية والتي تدخلهم في هاجس مستمر مخافة عدم النجاح في الامتحان الرسمي. التقرير لهاجر زليلف ثانية. لا يختلف اثنان على ضرورة الاستعداد النفسي للمترشحين المقبلين على الامتحانات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، لهذا فالمختصون يطرحون جملة من النصائح لتلاميذ وأوليائهم من أجل أخذها بعين الاعتبار. حسب علماء الذاكرة أن تكون المراجعة بمواد مختلفة، لأنه لو يراجع مادة واحدة في اليوم تشوش الأفكار. يحاول يتجنب مع الأولياء، وأنا هنا أنصح الأولياء أن لا يسألوا أبنائهم هل هم مستعدون إلى غير ذلك، لأنه يخلق فيهم الاضطراب النفسي. أنه التلميذ يحاول أن يبتعد عن مكان النوم للمذاكرة، لأن تلقائيا سيشعر بحاجة إلى النوم. الاستعداد التربوي هو الآخر ضروري لكل المترشحين، فالمراجعة الأخيرة يجب أن تكون وفق معايير تبنى بحسب طبيعة المادة. يركزوا فقط، عندنا بالنسبة للأسئلة عندنا جزئين، هناك شخصيات، هناك مصطلحات، هناك تواريخ، محطات تاريخية هامة. يركزوا فقط على هذه الأشياء. وأنا ثاني كنقول ثاني بالنسبة لشرح المصطلحات، أنه يعني في شرح المصطلح يمد مفهوم دقيق ومختصر وبإيجاز، يعني يمد مفيد فقط. نحن في الأيام الأخيرة مرحلة ترسيخ المعلومات والمعطيات، ذلك نحل التمارين والمراجعة راهي تبدأ من بداية السنة. التلميذ حاليا لا يجب أن يمارس الضغط على نفسه أنا مانيش فاهم بزاف دروس. إذا المراجعة ماهوش وقت المراجعة، فقط نرسخ المعطيات، نحل البكالوريا السابقة. الاستعداد النفسي والبداغوجي هو ما يميز جل المترشحين الذين لهم موعد مع شهادة التعليم المتوسط هذا الثلاثاء وشهادة البكالوريا الأحد المقبل. إذا مشاهدينا توقفوا عند النقاش لهذا الموضوع المتعلق بامتحانات شهادة التعليم المتوسط التي ستنطلق يوم غد إن شاء الله. وأسعد باستضافة كل من آية بوشحدان مترشحة لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، صباح الخير. كما أسعد باستضافة أميمة عبس مترشحة أيضا لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، صباح الخير أميمة. أهلا بكما. بداية، كيف هي أجواء التحضير للامتحان الرسمي آية؟ تحضير كما باقي تلاميذ، كنا بعض من الخوف وكامل كالعادة، وكان بزاف اللي يعتمدوا على الحفظ وكاين اللي يعتمدوا على الملخصات، كل واحد وكيفاش يلقى روحه. أي ربما وش هي المواد اللي أنت تفضلي فيهم الحفظ، وش هي المواد اللي تفضلي فيهم ربما الفهم؟ كاين كيما المواد الحفظ، كاين كيما الاجتماعيه تاريخ وجغرافيا، كاين بزاف اللي يعتمدوا على الحفظ المقرر، يعني في البرنامج الدراسي. انا نفضل انه يكون الاعتماد على الملخصات اكثر، باش تكون هناك يعني فهم يقدروا يفهموا مع الحفظ، زعما ما يكونش يحفظ باش يحفظ برك، يكون هناك يعني ملخصات تساعد على الحفظ كما مخططات التواريخ، وهكا باش يكون يعني استجابه اكثر للمعلومات. وأميمة، انت ربما تعتمدي على الفهم اكثر او الحفظ اكثر، وش هي المواد اللي تحسي روحك انك مرتاحه فيهم، يعني ما حضرتي لهمش بزاف، وفيه مواد ربما انت تخافي تحسي روحك انك ناقصه فيهم ركزتي عليهم المراجعه تاعك؟ اذا انا عندي شويه نقص في المواد العلميه، ونحب مواد الحفظ، يعني خصوصا البرنامج تاعنا يحتوي على عدة أحداث خاصة في الاجتماعيات، عندنا أحداث تاريخ الجزائر وقت الاستعمار، وفي الجغرافيا عندنا بزاف مواضيع يعني شيقة. أنا نفضل الحفظ في المواد اللي نجهز لهم يعني قبل الموعد تاع الاختبار. بصح المواد العلميه نشوف عندي شويه نقص. يعني كيفاش تعوضي ربما في النقص هذا في المواد العلميه؟ المواد العلميه يعني كاين الدروس الخصوصيه، مشاركه في الدروس الخصوصيه من بدايه السنه الدراسيه،
ويعني مع المجهودات تاع الاساتذه قدرت ندارك يعني النقص نوعا ما. حسنتي ربما نوعا ما. حسنت نعم. وبخصوص ربما ايام قبيل قالت انه تعتمدوا على الملخصات، يعني كيفاش تقدري الملخصات وحدك ام فيها مشاركه ربما مع زملائك او مع صديقاتك؟ كاين مواضيع وين نتشاركوا انا والزملاء ديالي، مي انا نحب الملخصات التوعي لانه المواضيع يعني نحبهم نستعمل فيهم المجهودات الخاصه. ربما اي خلال هذه السنه الدراسيه شفنا انه نقلصوا الحجم الساعي واللي تقراوا مرات صباح مرات عشيه مرات يوم على يوم، هل هذا الشيء اثر ربما على تحصيل العلمي وفهم الدروس بشكل كلي يعني، وربما انكم عودتوا ذلك تحفظوا في الدار او دراسه جامعيه ربما حتى تعودوا هذاك النقص اللي حصل في البرنامج الساعي؟ هي نعم كان فيه تاثير بزاف، كما كان عنده تاثير ايجابي كما كان عنده تاثير سلبي. كان تاثير ايجابي بزاف انه نقص هذاك الاكتظاظ في الاقسام، وكان يعني التلميذ استقبل بزاف معلومات في اقصر وقت ممكن. ومن الجهه السلبيه ياثرتان على الاستاذ، يعني لازم عنده برنامج دراسي لازم يعني يكون في يخدم به ويكمله في وقت محدد، ويكون عنده يعني هو يجي باش يقدم بزاف معلومات، يلقى روحه في 45 دقيقه ما يقدرش يقدم هذاك المعلومات اللي مول في يقدمها في لي زاني اللي فاتوا في ساعه، يعني كان قادر يعني يعطي معلومات كفايه وكامل. التلميذ استصعب انه موالف في يقدم يستقبل معلومات بزاف، ولا في خمس تلقى روحه في 45 دقيقه. وهذاك ربما هذاك الفرق كيفاش كنتو تعوضوه انتم؟ يعني لازم ما يكفيش في هذيك 45 دقيقه في المدارس، لازم يروح البيت لازم يعاود يريفيزي ثاني، يعتمد ما نقولش يعتمد بنسبه كبيره على الانترنت ويعتمد بزاف بنسبه كبيره على الدروس الخصوصيه، انه يعتمد ثاني على المجهودات تاعو والمعلومات اللي تلقى. شكرا. سيكون معنا ايضا الاستاذه شافيه ولها علوان اطاربي مديريه التربيه لولايه البليده واستاذه مكونه. صباح الخير استاذه. صباح النور وصباح الانوار على كل طبعا المتتبعين. نعم. نقول لكم فقط معذره على هذا التاخر. معليش استاذه، مرحبا بك. بدايه استاذه شافيه شفنا مع التلميذتين قال لك انه حاولوا انهم يعوضوا الفارق الساعي اللي كان يعني كانوا تعودوا عليه في سنوات الماضيه، لكن بسبب نعم. كورونا تم فيه تقليص الحجم الساعي واصبحوا التلاميذ يدرسوا مع بعضهم. اولا الهاجس او الخوف اللي يسيطر على المترشحين لشهاده التعليم المتوسط، كيف يمكن التغلب عليه رفقه اوليائهم؟ اكيد نعم. طبعا انا اقول هذا الهاجس على الخوف رغم على الاولياء وعلى التلاميذ وحتى على الاساتذه. طبعا السنه هذه ما كانتش كما باقي السنوات، التفويت الحجم الساعي الى غير ذلك اثر يعني يقولوا على ابنائنا التلاميذ. لماذا؟ لان هنا ولات عندهم ضغوطات، ولات الدروس نتاعهم متراكمه، انهم يسعون جاهدين انهم يوصلوا يكملوا البرنامج نتاعهم حتى لما يمتحنوا يلقاو رواحهم انهم يستطيعون الاجابه. ولكن هذا من الجانب المعرفي، اما الجانب النفسي فانه يؤثر كثيرا. لماذا؟ نشوف ان الاولياء والتلاميذ يتسابقون على الدروس الخصوصيه، على العمل الجماعي، هذه طيح هذه ما طيحش هذه نقراوها هذه ربما ما لحقتش بها. وهنا نشوف ان هذا الضغط الاولياء كلف الاولياء ان التخوف نتاعهم رجع على ابنائهم، وبالتالي الجانب النفسي الان اذا قلت ان هذا العمل السنه ماشي كما السنوات اللي فاتت، التفويج يعني حاله خاصه بالنسبه للتلاميذ، كما قالت التلميذه والمشكوره قالت ان فيها سلبيات وايجابيات، ولكن احنا الان الراعي الجانب النفسي. الان السنه كملت وابنائنا راهم رايحين يمتحنوا، اذا الان انا اتكلم عن الجانب النفسي. ايها الاولياء، ايها التلاميذ، الان خلاص الحنا غدا ان شاء الله سنمتحن، فاقول الاولياء بدون هاجس بدون خوف، الحضور المطمئن والزرع الثقة في أبنائنا هي اللي تخلي أبنائنا يروحوا وهم كلهم عزيمة وكلهم إرادة. أما إذا يعني يقولنا هذا الخوف وبالك ما تطيحش وبالك ودير ودير ودير، أولا أبنائنا رهم في سن المراهقة، أبنائنا عندهم عالم آخر اللي كذلك أثر عليهم وعالم الهاتف والإنترنت، ف
فما علينا إلا أننا نروح معهم خطوة خطوة، أننا نعطوهم هذا الثقة والتحفيز الإيجابي من أجل زرع الثقة لأبنائنا. نعم. كان بعض التلاميذ، صدقني أخي العزيز، أن الأولياء حتى وإذا كان أولادهم مجتهدين ما يقولش أن أولادنا الحمد لله عملوا ورانا راضين بالنتائج. صحيح. كان أولياء يطلبوا المعدل أكبر معدل، أكبر معدل إذا كان وليده متفوق. صحيح. التلميذ المتوسط وش يقولوا له؟ المهم ما تبهدلنيش وجيب الماء ومغتبر. كاين مجموعة اللي نقولها وبكل صراحة ما عندها حتى علاقة بالتدريس، رايحة تجوز باش تخلق جو من الفوضى داخل الأقسام. صحيح. يحبوا يفهموا ويحبوا ينقلوا إلى غير ذلك. أنا أقول كذلك دور الأساتذة اللي نقول يعني راهم المنظومة التربوية وكل الوزارة يعني بذلت كل ما في وسعها من أجل باش تكون سيرورة الامتحان في يعني ظروف حسنة. نعم. أقول إذا الأساتذة لو سمحت تفضل تفضل. نعم. أستاذ شفي ربما لضيق الوقت نتوقف عند هذا الحد. كلمة أخيرة باختصار جدا. نعم كلمة أخيرة أقول لأساتذتنا الكرام، أبنائنا هذو طلبتنا، إذا الحضور المبتسم والكلمة الطيبة راح ترفع من معنويات أبنائنا. أقول أولياء روحوا لأولادكم غير بالعقل، أبنائنا بنجاحهم فشلهم نقبلوهم إن شاء الله التوفيق لجميع أبنائنا. نشكركم على هذه الاستضافة. شكرا لك. ونلتقي بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. تشرفينا أستاذة شافية ولها علوان، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود إليك أميمة. من أيام جوزت البي ام بلو، كيف كانت الأسئلة؟ هل حسيت روحك أنك واجدة لاجتياز الامتحان يوم غد إن شاء الله؟ إن شاء الله. يعني الأسئلة تاع الاختبار الأبيض كانت تقريبا شبيهة بالأسئلة اللي شفناها في الأعوام السابقة في شهادة التعليم المتوسط، وكانت يعني أسئلة في متناول الجميع في داخلة في البرنامج الدراسي اللي طرقنا له طيلة السنة الدراسية يعني، ولكن شهدنا بعض الصعوبة بسبب يعني اختلاط المفاهيم ربما. ربما في أي في أي مادة هذه تكون؟ مادة الرياضيات. أنا عندي مشكل في المواد العلمية فقط، المواد الحفظ يعني. وكيف راكي حاليا يعني بعد ما جوزتي البي ام بلو وغدا يعني إن شاء الله يكون الامتحان، يعني كيف حاولتي توازني بين هذه المفاهيم اللي تخلطت عليك خلال هذا الامتحان؟ يعني تجربة على الامتحان الأبيض كانت يعني خير برهان باش نعاود نركز المفاهيم التوعي، ونعاود ندير مراجعة شاملة بعد الامتحان الأبيض نستدرك بها يعني الأخطاء اللي قمت بها في الشهادة البيضاء. وأنت أي ربما المواد اللي راكي حاسة روحك أنك ماشي واجدة فيهم 100%، كيف راكي في الدقائق الأخيرة والساعات الأخيرة هذيك فاش راكي تحاولي توجدي فيها؟ أنا عكس صديقتي، يعني مواد الحفظ اعتمدت كما سبق وقلت لك على الملخصات، يعني المواد العلمية ما عنديش إشكال فيها، كما المواد اللي لقيت فيهم إشكال كما الاجتماعيات بزاف، التواريخ في التاريخ، وكما ما كانش يعني كيفاش نقولوا هاد يعني تحديد دروس من قبل أساتذة وزارة التعليم، ما يعني لقينا بزاف شويه يعني صعوبات بالاخر، يعني بفضل هذا البي ام بلو لقينا يعني استدركنا شويه الاخطاء اللي باش نتفاداو انه نوقع فيهم. يعني في الساعات الاخيره قبل الامتحان اللي راح تكون غدا ان شاء الله، يعني 24 ساعه تفصلنا على الامتحانات، يعني كيفاش راكي الايام الاخيره؟ اسكو حبستي الحفظ والتحضير باش ترتاحي نفسيا، ام انك عندك بروتوكول خاص راكي ديري؟ هي يعني في الايام الاخيره عفوا لازم التلميذ كان نشوفوا فيهم لازم يزيد يكثف في الحفظ وفي المراجعه، يعني الايام الاخيره جو بريفير يرتحوا فيهم التلاميذ يعني باش يستوعبوا المفاهيم والمراجعات اللي راجعوها من قبل، يعني في الثلاث دقائق الاخرى ما عندهاش فايده، دقائق الاخرى يعني ما حد دير والو بصح، لازم ماشي هكا باللي نرمي ولي كاي وكامل وصاي لا فان دلاني، لازم يعني التلميذ لازم يكون كاين تنظيم وقت، لازم التلميذ يعرف كيفاش ينظم وقته باش يجي النهار اللي يجي يجوز فيه ما يلقاش روحو فاشل العيا هذاك تاع الحفظ كامل يولي عليه. وان شاء الله التوفيق كامل. ان شاء الله كل التوفيق لكم. ربما أميمة كلمه اخيره، في حال ان شاء الله نجحتي في هذا، واش هو تخصص حابه تكوني، علميه ام ادبيه ولماذا؟ أنا يعني حابة نكون علمية، حابة يعني نكثف المجهودات التوعية ونكون علمية، ويعني إن شاء الله نتوفق في المجال. وشو ربما اختصار حابة تقرأي في الجامعة إن شاء الله؟ كلية إدارة.
ان شاء الله بغيت ندخل كليه تجاريه علوم، بعد علوم تسيير واقتصاد وبعدين اداره. كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك ناجحه ونستقبلك مره اخرى ان شاء الله بعد النجاح، وتحكي لنا عن النجاح تاعك وتفصيل. وانت اي ربما ما هو الاختصاص اللي راكي حابه؟ علميه ان شاء الله. عندي هدف انه طبيبه جراحه، وان شاء الله نوصلوا لهذا الهدف ان شاء الله. كل التوفيق لكما، وان شاء الله نستضيفكم بعد النجاح ونشارككم الفرحه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام،